محتاج اختار تيبل، ومن تيبل هختار ديليت رو. تمام، ومن تيبل هختار ديليت رو. ده لو انا عايز ابتدي اشيل الرو بتاعي. هنقولها تاني، لو انا عايز ابتدي انسرت رو بعد اللينكات دي، هروح جاي من قائمه انسرت، ومن انسرت هختار تيبل اوبجكتس، ومن تيبل اوبجكتس هقول له انسرت رو بيلو. من ايه؟ من تيبل اوبجكتس حاجه اختار انسرت رو بيلو. لو انا عايز ابتدي اشيل الرو ده، يبقى هاجي من القايمه موديفاي، ومن موديفاي هختار تيبل، ومن تيبل هختار ديليت رو، ومن موديفاي هختار ديليت رو. تمام، ده لو انا عايز ابتدي ايه، اشيل او اضيف في الروز دي. بنفس الطريقه في الكولمز، افرض ان انا عايز اضيف لينك ما بين اباوت اس وسيرفيسز، عايز اضيف لينك ما بين اباوت اس وسيرفيس، هضيف مثلا لينك اسمها برودكتس. في الحاله ديت هبتدي اعمل ايه؟ حاجه اقول له انسرت، برده من انسرت تيبل اوبجكتس، وحاجه اقول له انسرت كولوم تو ذا رايت. اشمعنى تو ذا رايت؟ لان انا عايز اخليها على يمين اباوت اس، عايز اخليها على يمين اباوت اس. طب افرض لا، انا واقف على سيرفيسز، يبقى هخليها على شمال سيرفيسز. يبقى في الحاله دي هقول له انسرت كولوم تو ذا ايه؟ ليفت. لو انا واقف على اباوت اس وعايز احط برودكتس بين سيرفيسز واباوت اس، يبقى حاجه من انسرت هقول له تيبل اوبجكتس، هقول له انسرت كولوم تو ذا رايت، واجي احط ايه؟ برودكتس. تمام، وهاجي واضيف له ايه؟ برودكتس. تمام، ده لو انا عايز ابتدي ايه، اضيف كولوم في وسطيهم. وممكن برضو لو انا كنت حابب اعمل سبلت نفس الطريقه، هقف على ديت وهاجي من انسرت هقول له تيبل اوبجكتس، وهقول له سبلت سيلز، او ممكن موديفاي واقول له تيبل اوبجكت تيبل واقول له سبلت سيل، ويبتدي يقسم لي السيل لتو سيلز. ده بالنسبه لو انا عايز اضيف رو او عايز ايه. افرض طبعا انا عايز اشيل الكولوم دوت، ببساطه شديده هقف عليه وبعدين هاجي من القايمه موديفاي، وموديفاي هقول له تيبل، ومن تيبل هقول له ديليت كولوم، فيرجع تاني يبقى بنفس الكيفيه. يبقى احنا هنا عرفنا ازاي لو عايز ابتدي اضيف رو او اشيل رو، او عايز اضيف كولوم او اشيل كولوم. تمام، وعرفنا قبليها كمان لو احنا عايزين نبتدي نحط ايه، باك جراوند كولر للصوره بتاعتنا. ده بالنسبه لايه، للتيبل بتاعنا. تمام، طيب لغايه كده والكلام واضح. لو برضو في اي اسئله يا جماعه، ممكن ايه يعني يبقى في برضو، عشان احنا ايه مش عايزين زي ما قلنا حاجه تكون فيها دروب، واحنا زي ما قلنا احنا اللي خلاص احنا كل شغلنا بعد كده هيبقى اعتمادا على التيبل ده، لغايه لما هنشرح اللي هو ايه، موضوع اللي هو السي اس اس والتيبلس. تمام، لا ما هو ارتفاع الصفحة مش هيملى ارتفاع الصفحة كلها. لو عايز تملى ارتفاع الصفحة مش هيبقى ليك غير حل واحد، انك انت تخش على في التاكس سيلكتور وتكتب بقى من التاج ان انت عايز تخلي الهايت بتاع التيبل ده 100% زي ما كنا بنعمل بقى في ال HTML. تمام، يبقى لازم تخش وتيجي بقى من التيبل نفسه تقف وتقول له انا عايز اخليها ايه، الهايت بتاعي 100%. جيس 97 ايه اخر جزئية بالظبط اللي انت عايزها، في انهي حتة بالظبط؟ الجزئيه بتاعت اباوت اس وسيرفيسز، يعني ازاي ان انا ببتدي احط كولم. طيب هنقول تاني الحته بتاعت انسرت كولم وديليت كولم. ماشي، هنقول له انسرت كولم وديليت كولم. دلوقتي انا عندي اهو الايه، الصفحه بتاعتي، وجيت قلت عايز ابتدي اضيف لينك اسمه برودكتس ما بين اباوت اس وما بين سيرفيسز. تمام، ده اللي عايز اضيف لينك ما بين اباوت اس وما بين سيرفيسز. في الحاله دي هعمل ايه؟ هروح جاي عند اباوت اس، تمام، وبعدين هروح جاي من القايمه انسرت، ومن انسرت هختار تيبل اوبجكتس،
من تيبل اوبجكت هقول له insert column to the right, insert column to the right. ده لو انا عايز ابتدي اضيف column ما بين اللي هي about us وما بين services وانا واقف على about us, واجي اقول له ايه insert column to the right وابتدي اكتب ايه products. ده لو انا عايز اضيف ايه products بالشكل ده. طب افرض لا انا واقف عند services وعايز اضيف الايه الكولوم ده, ببساطة شديدة هجيبها من insert هقول له table objects وهقول له insert column to the left, يبقى هاجي من insert وهختار table objects ومن table objects هختار insert column to the left وبعدين هكتب products. طب افرض ان انا اللينك ده جيت هحطه مش عايزه, بعد كده قال لك لا يا عم احنا هنشيل الايه اللينك دوت, ببساطة شديدة هتيجي من القائمة modify ومن modify هتختار table ومن تيبل هتختار ديليت كولوم. تمام, يبقى في الحاله ديت هتروح جاي من قائمه موديفاي, ومن موديفاي هتقول له تيبل, ومن تيبل هتقول له ديليت كولوم, ديليت كولوم, وتروح جاي وشايل الايه الكولوم دوت, فيتظبط معاك الايه التصميم. الجزئيه الاخيره ديت واضحه يا جماعه؟ ما فيش حد تاني عنده مشكلة بالنسبة لزي ان انا بقى insert column او delete column او insert row او delete row. طيب تمام. طيب دلوقتي احنا دايما بنفضل واحنا بنيجي نشتغل في التيبل ان احنا بنكون الاول مقسمين الجزء اللي هو بتاع التيبل الكبير لتلات اجزاء, اللي هو الجزء بتاع الهيدر والجزء بتاع البادي والجزء بتاع الفوتر. يعني احنا دايما يبقى في عندنا التقسيمة تكون بالشكل دوت, اول حاجة يبقى هنا الهيدر وهنا بيبقى البادي وبعد كده في الجزء الاخير بيبقى الايه الفوتر. ده بيبقى دايما افضل لينا في عمليه التقسيم. بعدين اخش كل جزء بقى وابتدي اضيف الايه الاضافه اللي انا عايزها. يعني انا دلوقتي لو عايز ابتدي احط بقى تيبل تاني للهيدر هيبقى فيه اللوجو هيبقى فيه الكونتنت, يبقى هاجي اعمل ايه تيبل تاني صغير, هعمل هنا هو تيبل صغير والتيبل ده هيبقى فيه اللوجو وبعد كده هيبقى فيه الايه الكونتنت. ده بالنسبه للهيدر. وفي بادي هروح جاي مقسمهم لتيبل, تيبل هيبقى فيه ليفت بادي وتيبل هيبقى فيه رايت بادي. تمام, وبعدين جوه بقى اللي هو الليفت بادي والرايت بادي في الجزء بتاع الليفت بادي هحط الايه اللينكس بتاعتي, هيبقى هوم واباوت اس وسيرفيسز وكونتاكت اس وهكذا. يبقى كده لما انا باجي اشتغل بالطريقه ديت عمر ما هيحصل ابدا لخبطه في الشغل بتاعي, وعمر ما هيحصل زي ما احنا شفنا في واحنا بنعمل التصميم في الاول بتاع التيبل ان هو يبتدي التصميم بيضرب مني في بعض الاوقات. يعني ساعات تلاحظ ايه ان التيبل تيجي تحط حاجه, تيجي تانسرت مثلا رو او تانسرت كولوم, تلاقي ايه التصميم بدا يبوظ منك. انما لو انت عملت تيبل جوه تيبل دي هيظبط معاك الشغل تماما. هنشوفها برده مع بعض ازاي هنبتدي نعمل موضوع الايه التيبل جوه تيبل بشكل ايه بسيط جدا وسهل جدا. هنا هقول له ايه file new create new html. تمام, وبعد كده هاجي من insert هقول له table والtable بتاعي ده هيبقى 3 rows وcolumn 1 والtable width هيبقى ايه 100% والcell spacing والcell padding هيبقوا بايه بزيرو وبزيرو. تمام, وهاجي اقول له ايه اوكي. تمام, بعد كده الجزء بتاع الهيدر ده هخلي الايه الهايت بتاعه هيبقى 120 والجزء بتاع البادي هخلي الهايت بتاعي هيبقى مثلا ب 400 او 500 وفي الاخر خالص هيبقى فيه ايه الفوتر بتاعي هخليه مثلا ب 30. حلو, وبعدين هدخل جوه الايه الجزء بتاع الهيدر, عايز ابتدي اضيف جزء للوجو وجزء للايه
للتايتل، هاجي اقول له insert table، وهنا هيبقى التيبل بتاعي هيبقى رو واحد واتنين كولم، هيبقى رو واحد واتنين كولم، وهخليه ايه 100%. تمام. بس هنا هنلاحظ حاجة، هنلاحظ لما باجي احط الجزء بتاع الايه الهيدر ان هو ما حطليش الهايد بتاعي على قد الهايد بتاع الايه الهيدر، يبقى هقف على دي وهاجي اقول له الهايد هخليها 120، وكمان عايز اخلي الويت بتاعها على قد الويت بتاع الصورة اللي هي بتاعت اللوجو، هقول له 120. يبقى في الحالة دي عندي هنا بقى الجزء بتاع اللوجو والجزء بتاع الايه بتاع التايتل بتاعي. هنزل بعد كده على الجزء بتاع البادي، الجزء بتاع البادي هقسمه لجزئين ازاي؟ هروح جاي اقول له insert table. تمام. حاجة اقول له insert table هيبقى برضو عدد الروز رو واحد وعدد الكولومز اتنين، وبرضو stable width 100% والthickness 0 والcell padding 0 والcell spacing 0، وحاجة اقول له اوكي. برضو نفس الفكرة، هاجي هنا اقف على سيل منهم واقول له خلي الهايت بتاعي 500، وخلي لي الويت بتاع الجزء ده هيبقى 120. تمام. يبقى انا كده بقى عندي هو ده الليفت بادي وده الايه الرايت بادي، وبعد كده ده الايه اللي هو الفوتر. طيب دلوقتي انا هنا هو وقفت، وبعدين اكتشفت فجأة ان انا ايه كنت عايز احط رو ما بين ايه ما بين الجزء اللي هو بتاع اللوجو والتايتل وما بين الجزء بتاع الايه بتاع البادي ده. طب ايه حل الموضوع دوت؟ ببساطة شديدة، حاجة اقف على التي دي بتاعتي، تمام، اللي هي بتاعت التيبل الكبير، وانا اخترتها ان هوت من ايه من التاكس سيلكتور، وحاجة اقول له modify table insert row، او ممكن اقول له insert table objects insert row. تمام. وانا كده رحت جاي وضايف الايه الرو بتاعي، وفي الحاله دي هعمل لها ايه ميرج. طبعا في الحاله ديت حاجه صغر ديت اخليها مثلا تبقى 25. هنا حاجه على التي دي دي بس، معلش كده بقت ايه اهي متظبطه معايا. بقى هنا عندي الجزء الاولاني اللي هو الهيدر، والجزء الثاني اللي هو اللينكات بتاعتي الاتش لينكس والليفت بادي والرايت بادي. هنا هاجي معلش هقسم تاني ديت، هقول له انسرت تيبل واحد واثنين، وهخلي ديت 120، وديت هتبقى الويت بتاعي 120. عايز ابتدي احط لينكات هنا، هروح جاي اقول له insert table، هخلي الروز بتاعتي اربع روز والكولونز بتاعي رو كولم واحد، هحط اللي هي الايه اللينكات بتاعتي الاربعه. طب عايز اطلعها فوق، هاجي اقف على التي دي اللي قبلها، هقف على التي دي اللي قبلها ومن فيرت هختار ايه top عشان تطلع عندي فوق ايه home وabout us وservices وcontact us. بكده انا ابقى ايه بنيت اللي هو الايه البنى الاصلي بتاع الايه التيبل بتاعي، بحيث ان بعد كده يوم ما اجي عايز اكمل عليه اقدر اكمل عليه واقدر اصحح الشغل بتاعي بشكل مظبوط. طيب واضح لغايه دلوقتي يا جماعه ازاي ببتدي اشتغل سواء تيبل واحد او بعمل تيبل انسايد تيبل؟ اظن التيبل دوت افضل بكتير من التيبل اللي كنا اشتغلناه على HTML. ده كله كده يعتبر تخطيط للسايت، ده كله كده يعتبر تخطيط للسايت. تمام. طيب دلوقتي انا لو حبيت احط لكل سيل باك جراوند كولر ازاي اقدر اعمل الكلام دوت؟ يعني افرض ان انا عايز ابتدي اقسم السيلز بتاعتي لاجزاء، وكل جزء هبتدي احط له لون. اللي بيتكلم على الديف، الديف احنا مش هنجيب سيرته دلوقتي، ما تستعجلش على رزقك.
الدايف لسه هنجيب سيرته براحة.